بدقة بنتكلم على ودايما كنت بتطالبه بمثل هذه الحوافز، هل هي كافلة كافية؟ هل هي بداية حقيقية لعملية توطين الصناعات في مصر، تيسير للناس من امبارح للنهارده؟ بصراحة شفتوها ازاي؟ يعني هل كانت إيجابية ولا إلى حد ما؟ مساء الخير أولا. أهلا وسهلا. حضرتك تعلم دائما إن أنا شخصية ناقدة بطبيعتي. نعم. نعم. بس فعلا الروح اللي احنا شايفينها الفترة الأخرانية، نعم، تغيير مناخ الاستثمار. مناخ الاستثمار الصناعي خدت بالك؟ يعني لا، في كلام اخد تون مختلف، في كلام اخد تون سريع. نعم. خلاص؟ نعم. نفس نظام المشروعات بقى، يعني عارف انت كنت بتعمل مشروعات قبل كده، نعم، اللي كان المشروع ياخد 4 سنين بتعمله بسنتين. نعم. النهارده في سرعه، في سرعه الاداء والقرارات، نعم، سرعه غير مسبوقه. النهارده لما تيجي توصل لمرحله تيجي تقول والله لا احنا هنعمل الاجزاء دي، نعم، هنعمل احتياجات البلد، نعم، واللي هيعمل بسرعه خلاص 3 سنوات تنفيذ هعمل له 50% ثمن الارض. خد بالك القرار تشغيل ده تشغيل وتنفيذ. القرار ده له معنى مهم جدا. أيوة. ايه هو؟ انك بتقتل السمساره. هو النهارده السمسار عنده استعداد يعمل مشروع؟ لا، هو بياخد الارض يسقعها. خلاص. نعم. طب انت بقى لو خدتها واشتغلت بسرعه هديك 50% خصم. نعم. يبقى معنى كده ان السمسار هيسقط في يده كده. نعم طبعا. فهتلاقي الرجل اللي فعلا جاد، نعم، خلاص، هيبقى فعلا هيعمل هذا الكلام ويشتري الارض. نعم. احنا كنت طول عمرنا نقول ايه؟ الارض غاليه. بقى الارض 50% ثمنها، نعم، ما بقتش غاليه اطلاقا. نعم. طالما انت ناوي تشتغل. نعم. ما هو الاصل ان انا بقول لك اهو مصر احتياجاتها الاجزاء دي. نعم. المجاميع السلعيه دي. نعم. خلاص؟ حضرتك جاي تشتغل ولا لا؟ نعم. انا جاي اشتغل يا فندم. نعم. هديك 50%. نعم. تكلفه في الارض. هعمل لك اعفاء ضريبي 5 سنين. طب من امبارح ومدهم لك. كنت متوقعين الحوافز دي كلها، لو بتكلم اعفاءات ضريبيه ما عدا القيمه المضافه، والقيمه المضافه ممكن